أرض الحب يتاب الطال أغلى من الدنيا كلها. يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا أرض الحب يتاب الطال أغلى من الدنيا كلها. خبرها بلاد العز رجالة وسكور جبالة يلي بعمرها ما بتنهز ولا بتتغير أحوالها. بتلاش بابك غني بتحكي عن أرض الحرية عدروب الخضرة المضوية ما تنسى الدلال. خبرها بلاد العز رجالة وسكور جبالة يلي بعمرها ما بتنهز ولا بتتغير أحوالها. بتلاش بابك غني بتحكي عن أرض الحرية وعدروب الخضرة المضوية ما تنسى الدلال. يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا أرض الحب يتاب الطل أغلى من الدنيا كلها. دار اللي بابه مفتوح وببلادي ما بتتسكر حتى لو قلبه مجروح. يا رايح سلمتك حبي وكمش من تراب المحبة تزرعها حبي حبي بالدنيا كلها. كله للعالم يتذكر دار اللي بابه مفتوح وببلادي ما بتتسكر حتى لو قلبه مجروح. يا رايح سلمتك حبي وكمش من تراب المحبة تزرعها حبي حبي بالدنيا كلها. يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وإلا أرض الحب يتاب الطل أغلى من الدنيا كلها. صوت كل لبنان حديثك بمحله. رافق الأستاذ روميو لحود هالمؤسسة ورافقته خلال عمريها القديم والجديد، وكانت إلو معه محطات ووقفات وإطلالات عدة عبر أثيرة. من إحداها اخترت لكم هالمقتطفات من حوار أجريته معه بتاريخ 10 شباط 2014، كان محوره انطلاق مسرحيته طريق الشمس، إضافة إلى مواضيع فنية ووطنية أخرى. نسمع روميو لحود. تطبيقين مسرحية غذائية واستعراض التزم الواحد يرتاح شوي. هاي رقم 34 طريق الشمس. هاي 34 مزبوط. وارتحنا يمكن أكثر باللزوم لأنه كان فكري أنه بعد عنا يمكن كان كم سنة بعدنا موجودين فيهم. طول عمرك. أنه نسافر ونروح أنا وألكسندرا مدامتي. وجا وقت لو قلت الله حب أنه يخدها وصفيت وحدي. قبل ما راح طلبت مني انه كمل شغلي وترددت شوي بالاول وبعدين قلت يمكن ما حق وبعدين هالطلب هذا لازم حياة حقه مثل وصية يعني تركت لك يمكن وصية كفي شغلك. انا على كل حال اعتبرت وصية وبلشنا بالمسرحية. رجعنا كتبنا طريق الشمس عن جديد وغيرناها وقدمناها لألكسندرا لأنه سميتها السلطانة لأنه سعيد عقل أستاذنا الكبير كان يسميها السلطانة لألكسندرا وسميتها السلطانة. وبعد مدة شفت أنه صار في كتير سلاطين بالبلد ما بين مطاعم ما بين تلفزيونات ما بين مسلسلات إلى آخره. رجعنا على طريق على الشمس الاسم الأساسي لأنه حقيقة حسيت أنه
هاللي أثر هاللي عم بحكي عنه موجود على طريق شمس. إيدك بإيدي يا العمر هربان جاري ورانا العتم والنسيان. شو همنا انت وانا وإيدك بإيدي نهرب شي مطرح خلف هالغيمات نسبق الوقت نقبور الساعات نمحي زمان نخلق زمان نيتك بإيدي انت وانا بنهرب سوا ومهما الهوى هو هوى لا لو علينا ولا لنا انت وانا نترك ورانا الدنيا نخلق عأرض ملواني الله بإيده زينا انت وانا. اجا وقت انه كل لبناني لازم يفكر نوعا ما بلبنانيته، لازم يفكر انه هو مواطن. كلمة مواطن جاي من وطن، الوطن هاللي أخلقت فيه وهاللي بدك ترجع عليه. هذا الوطن هاللي هو بدوم، ما عندك غير وطن. لا. أنا برمت الدنيا وعشت بفرنسا كذا وقت وعشت غير محلات، شو بدي أقول لك؟ مطرح ما رحت مع كل اللغات اللي كنت أعرفها مع الفرنساوي هاللي بحكي بالفرنسوية وعشت بفرنسا كنت دايما غريب. ما حسيت بالانتماء إلا أعوذ بالله، كنت دايما غريب، غريب أنا بقلبي وغريب تجاه هالمواطن مواطن البلد هاللي أنا موجود فيه. نعم. أكيد مني معي على طريقة ما في إلا الأرز وما في إلا الكذا وما مش وعظ يعني لا 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 بالعكس عم بذكرهم كيف بلدان الصغار دايما مطموع فيها، كيف بلدان الصغار دايما هي بتدفع الثمن. هالبلد اللي اسمه لبنان من 5000 سنة لليوم تنعد نوعا ما مين احتله؟ الأشوريين، الفراعنة، ثم البابليين، ثم الفرس، ثم اليونان، الرومان، بعد الرومان اجوا البيزنطيين، بعد البيزنطيين اجوا العرب، وبعد الأمويين صار في مماليك، وبعد المماليك اجا بني عثمان. من كل هالبلدان هاللي موجودة ما حدا بيعرف وينية، كلهم اختفوا، أساميهم اختفت، ما بقى عندهم أسامي. عم نلاقي أساميهم بهالأرض، كل ما بحشنا شوي بالأرض بنلاقي اسم الأساميهم. صحيح. بس لبنان بعده مثل ما هو، لتغير اسمه وبعده تقريبا بحدوده. أنت يا لبنان ومجد سرمدي نشتدي من وحيه ما نشتدي ونناجيك وفي ألحاننا ينتهي شوق وشوق يبتدي فاختلق يا معبد النجوى بنا إنما نحن شموع المعبد قدم تجرح أحشاء الثرى وفم يلثم خد الفرقد وعلى جنبيك فتيان مشى ألفهم ركبوا الزمان الأمردي غمسوا المجزاف في اليمن ففي كل أفق مئزر من زبدي وعلى جنبيك فتيان مشى ألفهم ركبوا الزمان الأمردي غمسوا المجزاف في اليمن ففي كل أفق مئزر من زبدي. الناس لو عن ما بلبنان تغيرت، غبار الصحراء غطت التراث اللبناني وطرطشونا الغربيين بموجات هذه جاي من عندنا. يعني خايف على الهوية اللبنانية، على التراث اللبناني، على الفن اللبناني اللي انتو يعني من اللي بنيوه لهذا التراث والمسرح والغنية خايف على التراث اللبناني، مش من الغير، خايف من شبابنا. شبابنا اللي عم بيتجهوا بدون ما معهم بدون معهم خبر عم بيتجهوا لغير ناحية. شبابنا اللي مفروض يكونوا ثابتين بلبنان يمرق لبنان بالأول مش لبنان يمرق بالتاني وبالتالت. بس بكل أسف ما فيش حدا عم بيشجعون. لما بيشوفوا الشباب كل الكبار بختلفين مع بعضهم والحوارات اللي ولا تعبها اللي عم بتصير بيناتهم وين لبنان بده يعلى ويكون البلد اللي
بيقدر يواجه الغرب. إني ماشيين مع الغرب ومع الشرق ومع الشمال ومع اليمين كل يوم مع واحد. فهذه ما بتوصل للنتيجة دي بالنسبة إلا نحن. أستاذ روميو، كيف ملاقى الشغل مع هالشباب والصبايا الجداد؟ أنت اللي تعودت على أسماء معينة اشتغلت معها يعني بالسنوات السابقة، عم بحكي إذا بدنا نحكي البطلات عم نحكي عن صباح وعم نحكي عن سلوى، اليوم معك بطلة من جيل مختلف ومن تجربة مختلفة ومن خبرة مختلفة كمان، وإضافة للفريق صحيح. فكيف كيف هالتعاون عم بيصير بينك أنت اللي عاصرت الجيل السابق وبين هالأجيال الجديدة الشباب والصبايا؟ أستاذ عم بسمع هالكلام وبيرجع بيرجعني يوم هاللي جبت سلوى، كل ما حدا بيعرفها جبتها تقريبا من المدرسة. أنا عادة ما بخاف، أنا بالنسبة إلي عايزين دايما دم جديد، دايما دم جديد، ما فيك تضل ركز على المشهورين. مثل دايما هالمزهرية اللي فيها كل البوكيات، من وقت الآخر في كم زهري أول شيء بيدبلوا بدك تشيلهم، بس بدك تحط مطرحهم. يما إذا كانت المزهرية قليلة بدك تكبرها شوي زيادة بكم زهري. وهو ده اللي أنا متكل دايما 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 بتكل على الشباب. ولا سبب تاني، الفنان الهوي دايما عنده حب للعمل، دايما بده يعمل أحلى، بيشتغل بيجاهد. المحترف لا، محترف أنا بعرف كل شيء، هذا شو إذا بيجي متأخر ما بيجي متأخر، بيحب التكست تبعه، الحوار تبعه عنده وقت دايما انه يدرسه، وعمره ما بيدرسه دايما بيغلط على المسرح. عنقود الحلو بعده اوله، والحب اللي بقلبي عنقوده حلو، قطف الحبيبي خوار رحباني، هاللي هني أعطوا من أجمل الحل لبنان، وهاللي هو هني شجعوني بدون ما يعرفوا تفوت بهالحقل الصعب. حلو كتير هالكلام اللي عم بتقوله، هالتواضع الفني. لا حقيقة، لأنه مش كتير يعني الناس اللي بيشتغلوا بنفس المجال بيحكوا عن بعضهم بهذه الطريقة. يعني البعض كانوا بيفتكروا انه روميو لحود وبيت الرحباني لما كنتوا تشتغلوا بعلبك كل واحد سنة انه كنتوا يعني مقتلين مع بعضكم او منفسين. لا اعوذ بالله. لا من وجودهم ما دخلت. هذه شجعني انه لوين وصلوا الفن، صار فينا احنا كمان ندخل فيه، انه صار فن نظيف وحديث، وفي شغل حقيقة، شغل احترافيين عم بيشتغلوا، محترفين عم بيشتغلوا، وبيضلوا ألحانهم حقيقة بالطليعة، لأنه كانوا معمولين من كل قلب، كانوا معمولين من تراب وهوى ومي لبنان. نسيوك كل
قدرنا عرفنا لحد طلع كيف تطلع الغنية وكيف تنشهر؟ بنكون تعبانين على غنية في تصور قديش وعاملين لها إخراج وعاملين لها إنتاج وعاملين لها أرموني قد ما بدك وأكلام على الفيديو على شو اسمه من على الفاصلة وعلى ما بتبين غنية نكون عاملينها بخمس دقايق بتعلق عند الناس كيف بتعلق واللي بتمشي ما بقى نعرف ما قالوا تفسير هيدا شو كيف ما يعني الناس ما ليش ما بتحب في أغاني بيمشوا على الكلام في أغاني بيمشوا على اللحن ما بعرف هبلك في غيري بيمشوا من أول مرة لما عملنا فرمان كتبته نادية تويني عملني ببعلبك كان سمير يزبك عنده غنية عمل بيها اسمها دقي دقي يا ربابا طلعنا من بعلبك بعد سبعة أيام كان لبنان كله عم يغنيها توني حنة لما عملنا كمان لبا يا بلا من شرد الغزالة لبت شي سلوى لما عملنا الغنية خدني معك أدرب بعيدك صارت كل يوم التلفزيون تحطها كل يوم راديو لبناني حتى ما منعرف كنا متكلين على غير وحدة وهذا الجمهور هو اللي هو بحدد هو بقرر هو اللي معه حق تابعين حديثك بمحله من صوت كل لبنان استاذ ناهي لحود صباح الخير صباح الخير يا استاذ شادي يا حبيب قلبي من حييك من جدد التعازي لإلك وللعيلة ومن إلك روميو لحود دخل سجل الخلود وهيدا الشيء اللي بعزي بعتقد الوضع صعب لإلكن كعيلة ولكن هيك بعد وقت مثلنا رح تحسوا قديش هالإنسان رح يبقى موجود بتاريخ لبنان بالتاريخ الفني للبنان طول عمرك ايه اكيد تعرف يا استاذ شادي وقت بتكون انت محاوط بالاصدقاء والاحبة اللي عم بيعزوك بتنسى شوي ألمك صحيح. بس ترجع على البيت بتحس بهالفراغ الكبير جسدي طبعا. لانه مش ممكن يفرقنا خصوصا انا يعني خي كل حياتي انت كنت دايما تقول خيك وبيك يعني كنت تقول عن روميو لحود وعن اختك كمان الله يرحمها ألين لحود انه هن مثل بيك وامك نسبة لفرق العمر فكمان يمكن صحيح. الغياب بيكون صحيح. صعب لانه مش بس خي يعني خي وبي صحيح خي وبي وعراب كمان نعم. هو عراب العائلة كان نعم. وقت راحوا بي وامي صحيح شو بدي اقول لك يعني يعني اليوم استاذ ناهي لحود اذا بدك هيك توصف مشوار روميو لحود تعطيه عنوان لهالانسان شخصيا وفنيا شو ممكن تقول هيك اذا بتطلع على كل اللي عمله واللي حضرتك كنت جزء منه يعني رفقته كمان كمنتج بمطرح معين وكاداره فرقه وكل الشغل يلي اشتغلته سوا اضافه طبعا لحضور الراحله الكبيره كمان الست سلوى القطريب هالقد كنت داخل عمله اليوم هيك كيف فيك تطلع شو العنوان اللي بتحطه على مشوار روميو لحود ليك انا بالكنيسة يعني حكيت كلمة قلت أنا ما بدي أنا ما جاي أرسيك ولا جاي أمدحك وأحكي عن امتيازاتك أو مواهبك المتعددة أنا أهم لقب عند بعطيك إياه إنك خيي وأنا كنت محظوظ كتير إنه عندي خيمة الروميو روميو شو بدي أوصف لك إياه يعني أنا يعني بكل تواضع بدي أقولها ماشي في لبنان مش بس بلبنان بالعالم بيجمع هالقد مواهب نعم غير صفاته الحميدة يعني طيب وآدمي ومحب
وهذا الشيء كان مع كل الناس، يعني كان مع كل الناس، لمحبة التواضع، التعامل الحلو مع كل العالم كنا نشوفه، يعني مع الكبير والصغير بنفس المستوى. صحيح. بيأكل مع الفقير وبيأكل مع الغني، بيقعد مع الشغيلة على الأرض وقت بيكونوا عم بيعملوا الديكور وبيأكل معهم. ما بقدر اقول لك يعني شو قديش قيمته كبيره هالزلمه، قديش قيمته كبيره. نعم استاذ ناهي، سمعتك بمقابله تلفزيونيه على ال بي سي يوم وداع روميو لحود عم بتقول انه كان هو صار بده يفل. العمر تعبه، المرض تعبه، ولا البلد تعبه، الحياة اللي نحن صرنا فيها يمكن خيبات معينة، ما بعرف ليش بيصير الإنسان أو بحالته ليش قال بدي فل. أنا بدي أقول لك شغلي، أنا عملت كوفيد قبله يعني شي سنة ونص، وهالمرض مش بس بيخوف إنه بيضرب الجسم، عم بيضرب الرأس، عم بيضرب لك عقليتك معنوياتك. روميو عامل كوفيد من سنة، وصح بس شفته تغير، ما عايز روميو اللي بعرفه. روميو اللي بيحب يظهر، روميو اللي بيقوم بكير يوم، روميو اللي بيحب يروح على الصيد، ما عايز عنده هالقل أبدا هالشي. لو ليه؟ قال لي ما بعرف، ما قاليش ليه دي بقى أقوم من التخت، انشغل بالي بتعرف كتير يعني. ورجع صح. وفجأة بعد 3-4 أشهر دكس، بس ما كان في مرض معين يعني، ما كان في شيء يعني بعيد من هون بنقول القلب او او مرض خبيث او شيء معين، لا يعني العمر يمكن وتاثير انعكاسات كوفيد. مثل ما قال لي الحكيم، في نقطه تجي والكبايه بتطوف ساعتها، هيدا اللي صار مع رومي، نقطه صغيره. حادث صغير يعني صار معه، خربت له كل جسمه. في شيء معين هيك يعني اخر الاوقات، اخر الاوقات قالكن ياه؟ حسيتوا عم يوصيكن بشيء معين؟ ليك كمان هيدي قلتها، روميو ما بحب لا يقعد يعمل وعظات ولا شيء، وكل عمري كان يقول لي ما انا ما عندي رساله وجهها مثل ما بيحكوا كثير من الفنانين. انا بشتغل فن تا ابسط الناس. بس مثل ما قلت انت اخر ايام قال لي ناهي خلص انا وصلت على الاخر. قلت له ليه عم تحكي؟ قال لي راحت القوة تبعي ما في، وانا زلمة اقعد بلا ما اشتغل بموت، وبعتقد رح موت. هيك يعني، هي من جمعة قال لي اياها. نعم. استاذ ناهي، الارث الفني لروميو لحود شو ممكن تقلنا عنه؟ شو رح الارث الفني اللي تركه روميو لحود؟ تارك اعمال موجوده عندكم، تارك نصوص يمكن مكتوبه، اغاني مكتوبه مش مسجله، مفكرين او فكرتوا مثلا هالاعمال هيدي شو ممكن ينعمل فيها، ولا بكير بعد هالسؤال؟ ليك حبيبي، اولا بكير مثل ما قلت، بس اكيد عم فكر فيها، بس هيك بتعرف الوقت هو كيف بيقولوا كفيل بانه شوي بس مش ينسينا يخفف، بس يخفف الالام، يخفف الالام تبعنا. واكيد هلا عندنا بنتي اللي هي اكثر شيء بتمثل هالروح الفنيه تبعه. وانا ماني فنان بس انا بفهم كثير بالفن، اكيد وراح كون اكيد حاضر مشان تنعمل له شيء كثير مهم، بس تنرتاح شوي. اكيد بس ومثل ما قلت في كتير نصوص كتبها بعد مسرحيات. بدنا نخفش بهالوراق تنشوف شو كنا نعمل. على كل حال بعرف انه يعني ارث الفني لروميو لحود رح يكون بايدي امينه ان شاء الله، حضرتك وست ناي وست بابو كمان كلكم بعتقد. روميو لحود كان بالنسبة لكم غير انه خي، هو هيك قيمة كتير مهمة، فأكيد رح تحافظوا على هالأعمال وتجربوا تظهروها وتفرجوها للناس، ليبقى يعني أكتر مخلد بالتاريخ روميو لحود وأعماله وقالين الموجودة كمان، بعتقد ما رح تأثر بهالمواضيع. أكيد أكيد. وبدي أقول لك شغلة تانية، انه روميو هلأ راح وصار عندي أدم، الواحد انكشف سقفه. مثل واحد طار سقف البيت. بدك ترمم هالبيت للطريقة، كان مرجع بكل شيء، كان مرجع بكل شيء روميو. وليك وعقليته انه زلمي ولا مرة بيقولوا سكر من نجاحاته، اما كان عطول إيدي على الأرض، وكل ما مثلا
مش يفشل بس يقول لي هيدي المسرحية ما كتير عجبتني، يقول لي خلص محيطة من بيلي بدي أعمل شي تاني. صحيح، وحتى شفناه انه بعمر متقدم كان بعد عنده هذا الطموح لما نفض المسرح واسس مسرح جديد وقدم مسرحيات، فهيدا مش شغل حدا تمانيني، هيدا شغل يمكن شباب بعد عندهم هاي الطموح، فهو بقى شاب بهيدي الروح الفنيه اللي عنده. نعم، ابن 86 سنه عمل مسرح جديد يلي هو هيدا مسرح الفنون بين قبلتين. نعم. وكانت اخر مسرحيه مع صدنا مع بوبينا حد، والوحيدة مع بنت قليل بنت الجبل، إعادة بنت الجبل مش هي؟ ايه نعم، إعادة بنت الجبل. نعم. يعني أنا قلت مش معقول يقدر يعمل شيء. نعم. رجع روميو كأنه شاب عمره 30 سنة. نعم. عم بينزل يعمل الديكور مع الشغيلة، يدق مسامير، يدهن، يركب بروجيكتور. روميو ما بيقدر إذا ما بيشتغل بإيده. نعم. بيشتغل بإيده كل شيء. نعم. استاذ نهي لحود الله يرحمه، بنتمنى انه يكون اليوم التقى بيلي بحبهم ويلي رحيلهم كمان وجعوا بالسنين الاخيره. اكيد عندنا هيدا الامل دائما، يعني هيك بايماننا وبحياتنا. نعم، وانا قلت له شغلي تنختم حبيب. نعم. قلبي انا ممنونك على المقابله. قلت له انت استاذ علمت كثير تلاميذ من ممثلين ومغنيين. نعم. واليوم الاستاذ رايح يلتقي بافضل تلميذة عنده هي سلوى. سلوى الله يرحمهم، بتأمل انه رح يلتقوا هونيك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ ناهي لحود، تحية لكم جميعا، لألين وللجميع. انا ممنونك ممنون الإذاعة طبعا. اهلا وسهلا حبيبي. شكرا يا هل. يمكن سنة ومئة سنة، يمكن شهر، يمكن دهر، يمكن شي حلو وشي حلو رح يلتقوا ويتغلغلوا قصر الربيع طوال، يمكن شي شمس وشي قمر، يمكن شي حلم وشي سفر رح يلتقوا ليلة قدر، يمكن على دروب الهنا مثل البحر مثل السما رح يلتقي انت وانا. يمكن سوا نرحل سوا نسافر على صوت الهوى نجرم بني عالو والبني، نكتب أسامي عرق نركض ورا صيف احترق من حسني طيب سني، يمكن بأيام الضجر امرأة تمسرق قمر وبتنتهي يالي السهر، يمكن على دروب الهنا مثل البحر مثل السما رح نشترق انت وانا، يمكن بايام الضجر امرأة تمسك قمر وبتنتهي يالي السهر، يمكن على دروب الهنا مثل البحر مثل السماء رح نشتري